مستمرون معكم في ساعتنا الأولى من هنا الرياض في 11 من يوليو. من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسكان، وذلك لزيادة الوعي حول أعداد السكان، قضاياهم وعلاقتهم بالتنمية والبيئة. كما يسلط العلماء في هذا اليوم الضوء على التغيرات في نسب النمو السكاني ومعدلات الخصوبة وضرورة تلبية احتياجات الأفراد الأساسية حول العالم. وفي هذا العام هيمنت جائحة كورونا على قضايا اليوم العالمي للسكان، حيث تسببت الأزمة في إرهاق العديد من النظم الصحية وما أدى إلى تقليص خدمات الصحة الإنجابية. كما كشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة والضعف الشديد في الرعاية الصحية داخل البلدان المختلفة، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسكان قال إن جائحة كوفيد-19 قلبت العالم رأساً على عقب، ومن الممكن أن تصل به إلى مستويات قياسية متصاعدة من الخسائر مع تجاوز حصيلة الوفيات العالمية 4 ملايين، بالإضافة إلى أن الوباء قد زاد من معاناة السكان وحالات العنف المنزلي وتأجيل الإنجاب، علاوة على الضغوط الاقتصادية. أهلا بكم مجددا، وأرحب بضيفتي هنا في الاستوديو المتخصصة في الأنظمة في إدارة الأنظمة الصحية والصحة العامة الدكتورة لمياء إبراهيم. أهلا بك. الآن وصل عدد سكان العالم إلى قرابة 8 مليار نسمة، وحديث في اليوم العالمي للسكان متفاوت. هناك من يطالب بالحقوق والصحة الإنجابية، غوتيريش على سبيل المثال، وهناك دول ترفض وتحارب زيادة في عدد السكان. كيف نفهم هذه المعادلة؟ زيادة عدد السكان أو النمو السكاني هذا أمر طبيعي، طبيعي أن عدد السكان بيزيد. عندنا خدمة الرعاية الصحية تطورت، الخدمات الصحة الإنجابية تطورت في معظم العالم، وعليها مؤشرات وفيها رقابة صحية. المشكلة فيها لما ما يكون يواكبها نمو اقتصادي، هذا اللي فعلا بيخلي الدول أنها تتفاوت في تقبلها إلى النمو السكاني، لأن لابد أن يكون هنالك نمو اقتصادي أيضا يستوعب زيادة عدد السكان. النقطة الثانية هي التركيبة السكانية، يعني غير احنا النمو الاقتصادي، عندك التركيبة السكانية. التركيبة السكانية هي التي تغيرت في بعض المجتمعات، هي مجتمعات مثلا صار عدد سكان او عدد الشيخوخة، عدد كبار السن فيها اكثر من عدد الشباب. يعني احنا تأثرت عندنا حتى الصحة الإنجابية، مثلا لو تكلمنا عن 2015 مثلا كان عدد الأسرة بحدود 6 أشخاص، 6 إلى 7 أشخاص. حاليا مع الزمن بيصير هذا وين؟ عندنا في السعودية، حتى في السعودية ايوه، في السعودية، في دول اخرى بيكون العدد عندهم اقل. لو انت قارنتها الحين حاليا، انخفاض معدلات الخصوبه، تاخر الزواج، عندنا نسبه وزياده الطلاق، اضافه الى هذا غير المشاكل الاخرى اللي نتجت منها العقم او غيرها. فالاسره متوقع ان يكون عدد الاطفال فيها 1 إلى 2، يقولوا ب 2050، هذه من ضمن الاحصاءات اللي كانت افتراضيات المجتمعيه حتى موجوده في المملكه العربيه السعوديه. فمعناها ايش اللي بيصير عندنا؟ بيصير عندنا عدد الصغار السن قليل، بينما عدد كبار السن اللي بيزيد عمرهم بيكونوا اكثر، بما فيهم احنا الحين بعد
2030 بنكون من ضمن فئة المسنين. فإذا هذه هي التركيبة السكانية، لابد أن يكون لها تخطيط مبكر. طيب بعد 20 و30 فاجأتني بهذا الأمر، فئة المسنين لازم نواجه، لازم نواجه الواقع. هل سيصبح لنا دور في المجتمع حينها في التنمية الاقتصادية وقتها؟ هذا الذي يعني ضروري نحن نتكلم عنه اليوم. احنا حاليا بقوتنا نقدر نتكلم، في عندنا الدولة الحين اهتماماتها واهتمامها ببرامج جودة الحياة واهتمامها حتى ايضا بالتنمية والنمو السكاني وخلق فرص عمل الى الشباب والتطوير في على مستويات الصحة ومستويات كثيرة في الدولة، لانها تهتم بالجانب، جانب التنموي الذي يخص الشباب إضافة إلى الجانب التنموي الذي يخص الناس كبار السن ومنهم فئة المتقاعدين. يعني حتى من ضمنها يمكن بعض الأمور إن صارت عليها نوع من البلبلة، مثلا زيادة العمر حتى التقاعد، مثلا سن التقاعد، سن التقاعد هذه كانت أيضا من ضمن، وعالميا زاد الأعمار الأشخاص إلى 72 سنة نظرا للظروف الصحية أو المتوسط عموما. صحيح، فهو احنا ضروري ان احنا نفكر في انفسنا اليوم، ان احنا لربما اعمارنا حتكون اكثر من اعمار ابائنا وامهاتنا، ولكن الدخل بيكون فيها اقل. اذا نبدا من اليوم، نبدا من اليوم الاستعدادات، سواء كانت الاستعدادات الادخار، استعدادات تحسين الدخل، وكذلك هذه من الناحية الاقتصادية، وايضا من الناحية الصحية الادخار في صحتك، لان هي مشكلة ايش اللي الدول تواجهها وليش انها تخاف من النمو السكاني وزيادة معدل الشيخوخة. أمراض الشيخوخة يعني تكلف الأنظمة الصحية مبالغ كبيرة، إضافة لها الشيء أنها تحتاج إلى كوادر صحية أنها تقوم فيها، وأمراض الشيخوخة هي أمراض مزمنة وإنتاجيتهم حتكون أقل. هذا لما نفكر فيها من نظرة إسمالية بحتة، لكن لما تفكر فيها من نظرة الدولة ومن نظرة تنموية، إذا لابد أن تكون هنالك برامج وقائية منذ البداية حاليا، وأيضا برامج تنموية وتثقيفية وتوعوية، مثل ما يكون فيها دوركم حاليا في الإعلام، إنه توعية الناس. إحنا جايين في فترة يعني حاليا إذا ما قدرت أنك تجمع فلوس وما قدرت أنك تنمي نفسك اقتصاديا ولا قدرت أنك تهتم في نفسك في صحتك تدخر فيها، فمن الصعب أنك تحقق ذلك على المدى الطويل. حاليا عندك فرصة، هذه بالنسبة إلى الشباب، نقول إحنا فئتنا يعني. وعلى أساس أنه على افتراض أنه لن يحصل هناك تضخم في العالم ولن تقل القدرة الشرائية لهذه المبالغ، متوقع يصير إحنا متوقع العالم يكون فيه نمو سكاني. اللي صدم العالم حاليا جائحة كورونا. جائحة كورونا غيرت المعادلة بشكل كبير. أولا استهدفت كبار السن، الشيء الثاني بالنسبة لها أنها سلطت الضوء على قوة الأنظمة الصحية والإمكانيات الصحية اللي موجودة. طيب إن سمحتي لي الحديث عن أزمة كورونا وما بعدها، بعد قليل أتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك بعد نجاحها في تطعيم 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة لقاح كورونا الأولى، حيث تجاوز عدد جرعات اللقاح المعطى في المملكة أكثر من 19,600,000 جرعة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الدوري حول مستجدات كورونا قرب إعطاء 20 مليون جرعة في المملكة، مؤكدا استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها لكافة الفئات العمرية. مستجدات اللقاحات تقترب من تسجيل 20 مليون جرعة يتم إعطائها في المملكة العربية السعودية. ومن الأمور الهامة جدا والمبشرة التي تم إعلانها قبل لحظات، أنه تم العودة في الخطة الوطنية إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية لمستحقيها من كافة الفئات العمرية، ونقصد من مستحقيها أي من مرت الفترة الزمنية اللازمة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. بغض النظر عن العمر، بإمكانهم الآن الحصول على الجرعة الثانية وأخذ مواعيدهم على ذلك ما لم تصلهم بشكل تلقائي. وهذه مرحلة مهمة جدا، ونشهد هذه الأيام إقبالا منقطع النظير ومتميز جدا، ونتوقع خلال الأيام القادمة أرقاما قياسية في الإقبال، مبشرة تنم عن وعي المجتمع وإدراكه بأهمية وصوله إلى اللقاحات وبالتالي المناعة سواء كانت الفردية أو المجتمعية. طيب دكتورة لمياء، موضوع كورونا ما بعد الأزمة، حتى غوتيريش تكلم عن أنه كان هناك مكاسب تحققت بشق الأنفس في موضوع الحقوق الإنجابية للمرأة، خياراتها، قدرتها على العمل، ولكن مع كورونا تم تحويل كثير من هذه الموارد في بعض دول العالم إلى
برامج مكافحة كوفيد 19. فعلا هذه مشكلة تؤرق الأمم المتحدة وحتى احنا عندنا في السعودية أيضا. المكاسب التي نالتها المرأة بشق الأنفس ستخسرها بسبب كورونا، من ضمنها حتى خسارتها في مجال العمل، خسارة الوظائف، صحتها الإنجابية التي تأثرت. احنا عدد السكان احنا عندنا الحين في المملكة مع الإحصائية الجديدة اللي طلعت، عدد النساء تقريبا 15 مليون مقابل 20 مليون من الرجال، فهي تقريبا نسبة متناسبة لو احنا أخذناها من ناحية الأرقام. وما الذي يجعلها تخسر بشكل أكبر من الشاب في السعودية على أيوة المثال. احنا حاليا طبعا لما نتكلم بصفة عامة مشاكل تتعرض لها المرأة في حياتها الصحية، نتكلم عن الصحة، تتعرض لها بنواحي أكثر خصوصا لما ترتبط بصحتها الإنجابية، وهذه من المؤشرات الصحية المهمة التي تهتم فيها الدول اللي هي معدل الوفيات، وفيات الأمومة، المرضى، هذه مهمة فيها. صحة المرأة الإنجابية ما زالت في كثير من الدول ما يعني أو عليهم تركيز على الصحة الإنجابية ولكن ليس على صحة المرأة بشكل كامل، بما في ذلك صحة المرأة العاملة. وهذا شيء جديد حيكون عندنا مثلا احنا في على مستوى المملكة، دخول المرأة الى مجالات عمل جديدة والمساواة في مجال الأعمال، هذا معناها ان حيكون عندها مشاكل حتى تؤثر على صحتها النفسية، وكثير من الأمراض النفسية والأمراض العقلية على فكرة مرتبطة بالنساء. فأيضا يضطرنا هذا الى توجيه الأنظار الى الاهتمام بمجالات صحية مختلفة. موضوع التدخين، موضوع الأمراض الأورام والسرطانات، هذه أيضا إن هي من الأمور التي تهم بشكل عام، تهم الشعب وتؤثر حاليا على النساء، تؤثر عليها في صحتها الإنجابية وفي صحتها على المدى الكبير. شكرا جزيلا لك دكتورة لمياء إبراهيم المتخصصة في إدارة الأنظمة الصحية والصحة العامة، شكرا لحضورك ووقتك معنا.